السلام عليكم. اليوم نروح إلى ولاية نعامة لنقف على الزيارة نتاع الوفد الصيني إلى منطقة الصناعية الجديدة بولاية نعامة، واللي الآن تمت التهيئة تاعها، وكذلك فيه استثمارات كبيرة وجلب عاملين اقتصاديين للمنطقة تاع إذن نعامة، واللي نعرف أنه الولاية تاع نعامة تتوسط إذن الطريق أو السكة الحديدية ما بين منطقة غار جبيلات والشمال إلى وهران. إذن منطقة نعامة وولاية نعامة والمنطقة الصناعية هذه الجديدة بولاية نعامة هي تقع في الوسط أنت الطريق إذن الحديد والصلب، إذن تكتسي أهمية كبيرة وقصوى. إذن زارها وفد صيني للوقوف على الإمكانيات ويعني الأوبورتونيتي الفرص لتطوير الاستثمار في المنطقة. إذن هذا هو الفحوى نتاع الزيارة تاع الوفد الصيني. نترككم تتابعون هذا التقرير من إذاعة وتلفزيون الجزائري حول الموضوع، والسلام عليكم. استكمالا للإجراءات التقنية الرامية للانطلاق في إنجاز مشروع تحويل خام الحديد بمنطقة حرشاية، وتعزيزا للشراكة الجزائرية الصينية، حل بولاية عامة الوفد الصيني الممثل لشركتين رائدتين عالميا في مجال الحديد والصلب رفقة إطارات مجمع فيرال. يعني هذه التقنية إن شاء الله ستسمح لنا أن ننتج الصلب في ولاية نعامة إن شاء الله بهذه التقنية، يعني بتقنية جديدة تعتمد أساسا على استهلاك واستعمال الفحم عوض الغاز الطبيعي. مشروع تحويل خام الحديد يعد من المشاريع الاستثمارية الواعدة بولاية عامة، والذي سينجز بتقنيات حديثة وتكنولوجيا عالية، من شأنه استحداث أزيد من 5000 منصب شغل للشباب. هذا مشروع مكسب للمنطقة، غادي يفتح لنا مناصب شغل، ونتمنى إن شاء الله يكون في مشاريع أخرى. اللي راه عاطل عن العمل الشباب الجامعيين يوفر مناصب شغل إن شاء الله لقاحد لجميع الفئات هذه. من جهتها السلطات الولائية توفر كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز هذا الصرح الصناعي الاقتصادي ضمن المواعيد المحددة له. طبعا هذا المشروع خلال كل الشروط المطلوبة وفرت في هذه الولاية، وقدمنا كل الضروريات وكل التسهيلات لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. وأول شيء بالنسبة للعقار، خصصنا 500 هكتار جاهزة لإنجاز هذا المشروع، بالإضافة إلى الوفرة تاع المياه والكمية المطلوبة، لأن عندنا عدة مصادر للمياه لهذا المشروع. كذلك بالنسبة لمصادر الطاقة، الولاية نعرف اليوم أول شيء عندنا محطة توليد الكهرباء 1200 ميجاوات اللي هي بقرب المشروع حوالي 16 كيلومتر فقط، بالإضافة إلى مرور تاع الغاز اليوم تاع جي بي دي اف بقرب هذا المكان. كذلك خط السكة الحديدية اللي راه يمر بنفس المكان. كل الشروط اللي طلبت من طرف هذه المؤسسات راهي موجودة. مشروع تحويل خام الحديد بولاية عامة تحويل حقيقي لنهضة تنموية واقتصادية كبرى.